رشدي من النمسا معايا. استاذ رشدي اهلا بيك. اهلا بيك استاذ احمد، جمعه مباركه عليك وعلى احبابنا كلهم في قناه مكملين. الحمد لله التليفونات كل القنوات الحره استاذ احمد، الاتصالات اتصلحت علشان نسمع اول اتصال معانا من الاستاذ رشدي. تعليقك ايه يا استاذ رشدي؟ يا استاذ احمد، ترامب ده اصلا ده مهزله، بس هو قرش ملحته بس استاذ احمد. وبعدين خلاص زي ما بقول كده عندنا في مصر، قرش ملحته مراكب يعني، اسف التعبير يعني. وبعدين يا استاذ احمد صدق يعني، في والله نتذكر كده عبد الرحمن بن خلدون لما ذكر الاعراب في الفصل الخامس والعشرين والسادس والعشرين، قال لك اعراب بتوع الخيم ما بتقدروش الا البسطاء اللي هم تحت اللي هم رعاياهم، بيخطفوا الناس بتوعهم وبينكلوا فيهم، بس ما قدروش اللي هو عليه على القوي يا بيخطف ويجري شغل نظام عصابات زي ما رجعوا العصور الجاهليه يا استاذ احمد. دي عصابات استاذ احمد، دي مش دول. اشكرك يا استاذ رشدي، شكرا لحضرتك، خلينا نسمع اخرين. بشكرك جدا.